القاتل إيمار عمره 8 سنين بس، الملقب بأصغر قاتل بالعالم. قتل أطفال الحي وقتل أخته بطريقة غريبة وعجيبة، وهذا بكون عنواننا لقصتنا اليوم. القصة حقيقية ولح تنصدموا كتير. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كتير أشخاص طلبوا مني ضل نزل قصص وكتير حبوا الفكرة، وأبشروا معنا خجلكن. قبل ما نبدأ بقصتنا اليوم، خلينا نوصل الفيديو لأكبر عدد لايكات مشان استمر بنشر القصص إن شاء الله. بنبدأ بالقصة. طفل عمره 8 سنين كان ملقب بأصغر قاتل بالعالم. هذا الطفل كان مدمن جرائم قتل. الطفل إيمار تولد عام 1998، بلش حياته بقرية هندية وهو ابن عائلة فقيرة، وبلش بأول حالة قتل عام 2006، وكانت ضحيته الأولى هو ابن عمه وقتله بطريقة غريبة، وكان ابن عمه عمره 6 شهور فقط. وبعد فترة صغيرة هون كانت الصدمة، بعد ما راحت أم إيمار لعند خالته زيارة، قالت له لإيمار دير بالك على أختك لأنه ما في حدا بالبيت غيرك. وهون كانت أخته إليف نايمة وكان عمرها 8 شهور فقط. وبعد ما راحت أمه راح قتل أخته بنفس الطريقة اللي قتل فيها ابن عمه. وهون عرفوا أهله لإيمار لأنه إيمار هو القاتل، وعرفوا كمان أنه هو اللي قتل إليف وهو اللي قتل ابن عمه، وكان الكل مصدوم من اللي سواه إيمار. وبعدها أمه لإيمار فاتت بحالة نفسية غريبة بعد ما عرفت أنه ابنه عمره 8 سنين فقط وعم يعمل هالجرائم كلها وحالات القتل. وبعدها اتفقت العيلة كلها مع أمه لإيمار أنه يسكروا السيرة وما يجيبوا سيرة لحدا ولا للشرطة، مشان ما إيمار كمان يفوت على السجن ويقضي حياته بالسجن. وهون بكون هن راعوا ظروف أمه ولففوا السيرة مشان ما أمه تفوت بحالة نفسية تانية بسبب ابنها إيمار، وخلص لفلفوا السيرة ومشتكوا على الشرطة. وحتى إجا إيمار اعتذر من الجميع وقال له خلاص أنا بوعدكم أنه ما عدني أقرب ولا على طفلة ولا على طفل بالحارة وما عدني أعمل جرائم قتل. وبعدها صارت كل أطفال الحارة تخاف من إيمار، وما حدا يرضى يروح معه ولا حدا يرجع معه ولا حدا يلعب معه، وحتى على المدرسة ما حدا يرضى يروح معه. وهون إيمار فات بحالة نفسية كمان غريبة. وبعد سنة كاملة من المعاناة كانت جارة إيمار تنشر غسيل، وكان إيمار على طول مراقبة لأنه عنده طفلة عمرها 7 أشهر. وهون إيمار راح استغل الوقت وراح خطف الطفلة وأخذها على البستان. وبعد ما أخذها على البستان جاب حجارة وصار يضرب على رأسها بالحجارة لحتى أفقدت الوعي بشكل كامل وصارت تنزف. وبعد ما فقدت الوعي بشكل كامل بده يتأكد انه ماتت، راح خنقها حتى خلاص تأكد انه ماتت 100%. وبعد ما إيمار رجع على البيت وكانت القرية بالكامل كانت عارفانة انه اختفت البنت. وين راح شكون اهل القرية؟ اكيد راح شكون على إيمار لانه إيمار كان عنده سوابق قديمة، وبهي الحالة رح يجي الشك كلياته على إيمار. وراحوا جابوا الشرطة، وإجت الشرطة لبيت إيمار وكان إيمار ماله خايف أبدا، وأمه كانت كتير مصدومة بهاللي عم يصير. وهون الشرطة ما عندهم حل تاني، أخذوا إيمار على التحقيق وبلشوا يحققوا معه. وأول سؤال بيسألوا للمحقق عن هدول الجرائم، قال له أنت يا إيمار إلك علاقة فيهم ولا لا؟ وبيجي إيمار بكل قلب بارد بيقول له إيه أنا إلي علاقة فيهم، وأنا الوحيد اللي إلي علاقة فيهم، وأنا اللي قتلت أختي، وأنا قتلت ابن عمي، وأنا قتلت بنت جيراننا. وهون المحقق بينصدم انصدام إنه يعني قال مستحيل طفل عمره 8 سنين وعامل كل هالقصص. وكان إيمار ماله خايف أبدا وقال له للمحقق رجب لي بسكوت لحتى فوت معك بالتفاصيل أكثر. وهون المحقق انصدم كتير من جرأته بالحكي وإنه ماله خايف كأنه شي عادي. وبعدها سألوا المحققين وين حطيت الجثث وشو ساويت فيهم، وقال لهم إيمار إنه بعد ما استغليت الوقت وخطفت الطفلة واخدتها على البستان وضليت أضرب فيها على رأسها بالحجار لحتى فقدت الوعي بشكل كامل، وصرت هون اخنقها لحتى تأكدت إنه ماتت، وبعدين دفنتها بهذا المكان الفلاني. وكانوا المحققين كتير مستغربين من الطفل ومن طريقة حكيه ومن برودة قلبه بالحكي. والغريب بالموضوع لأنه كان إيمار كتير مبسوط وفرحان ومبتسم وكأنه مو عامل شيء أبدا وكأنه حتى ماله بالسجن. وسألوا المحققين أهل إيمار ليش ما قلتونا عن أول جريمة قتل بيعملها إيمار، وتا
تاني جريمة قتل، وهذا الشيء كتير غلط ولازم كنتوا تخبروا من أول جريمة قتل بيعملها إيمار. وهون أهل إيمار مشان يغطوا عن حالهم وعن ابنهم إيمار بقولوا للمحققين لأنه كان إيمار بيعاني من أزمة عقلية كتير صعب. وهون عرضوا المحققين إيمار على أطباء مختصة بالأمراض العقلية، والصدمة كانت لأنه إيمار عن جد كان بيعاني من أمراض عقلية وحالة نفسية كتير صعبة. واكتشفوا الأطباء بسبب حالته النفسية لأنه كان محب لقتل الأطفال، وكانت كل هالجرائم اللي كان يعملها كانت ما بإيده بسبب حالته النفسية الصعبة وأمراضه العقلية، وهذا الشيء كتير ساعده بالمحاكم. وهون المحكمة حكمت الطفل إيمار بالسجن لمدة 3 سنين، ولكن بما أنه إيمار بيعاني من أمراض نفسية وعقلية نحط بمصح عقلي لمدة 3 سنين لحتى يتعافى بالكامل. وبعد 3 سنين طاب إيمار وطلع من المشفى، وأول شيء عمله هو أنه راح غير اسمه مشان ما حدا يتذكره ولا حدا يتذكر أفعاله السيئة ومشان ما حدا يعرف وينه. وبعد ما طلع المشفى من وقت اختفى وما عاد حدا عرف عنه شيء لحد هذا اليوم. وهو طبعا ما هو حق أنه يختفي، لأنه بقوله القاتل يقتل حتى لو بعده حين، أكيد بكون حدا من أقارب ابن عمه أو أقارب بنت جيرانهم، أو بكون صاير إله تار مع حدا وهو بغض النظر عن هاي المشاكل. وبالنهاية ما راحت غير على الأطفال اللي ماتت، لأنه هو بالآخر راح انحبس 3 سنين وطلع، بس ما راحت غير على الأطفال اللي ماتت، اللي راحت خنق وراح الضرب بالحجارة على رأسها، وأكيد تعذبوا كثير هالأطفال، وهن كان ما طالع بإيدهم غير الصراخ. وبتعرفوا طفل صغير ما بيحسن غير بس يعمله غير هو إنه يصرخ ويعيط ويبكي. وهم بكون وصلنا لنهاية القصة، ولا تنسونا تعطونا رأيكم بالتعليقات وشو رأيكم ضل نزلكم هاي القصص، ولا تنسونا باللايك حتى إن شاء الله نستمر. وبحبكم كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي حابب يا شباب ياخذ الحساسيه، هي الحساسيه طبعا، هي الحساسيه جيروسكوب وبدون جيروسكوب، وهي عناصر التحكم. والسلام.